بونجور تو الموند، بيانفيني دان نوفيل فيديو. معكم سفيان الكميري في فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نحاول نكملوا فيه الالكتروستاتيك باش ندير معكم ان شاء الله التمارين. من بعد غادي نشوفوا لا لوا دو كولوم ياك، وغتشوفوا هذا الشكل ياك، غتحاولوا تتبعوه. المهم انا غنحاول نشرح لكم هذا لا لوا دو كولوم يعني بالعربيه باش تحاولوا تفهموه، باش نيشان تشدوا العلاقه. يعني كتكون عندنا واحد النقطه ا ياك، وواحد النقطه بي، وبيناتهم كما كتشوفوا هنا واحد النقطه ا واحد النقطه بي، وبيناتهم واحد المسافه ار اللي هي هذه ار كتساوي لنا ا بي ياك. ا بي ار اللي هي ا بي، في هذه النقطه ا كاين واحد لا شارج بونكسييل، واحد لا شارج بونكسييل ك ا، وكذلك نفس الشيء في النقطه بي، يعني عندنا كذلك واحد لا شارج بونكسييل ك بي. هذا السيد هذا كولومب اشنو قال لنا في هذا يعني في هذا القانون ديالو؟ قال لنا بلي ان النقطه ا كتطبق واحد القوه على بي ياك، وبي كذلك تطبق واحد القوة على ا، يعني في الشكل عندنا واحد لا فورس داكتراكسيون، يعني وحدة كتطبق على النقطة اللي قبالتها والأخرى كذلك كتوجه ليها نفس الشيء، يعني بحال كي كيما كتقولوا بحال كيطايفوا، يعني هذا هذه كتدفع ليها وهذه كتدفع ليها، بحال فهمتي واحد لا فورس داكتراكسيون، يعني عندهم واحد المنحنيان متعاكسان بالعربية. المهم هذه هي العلاقة ديالهم كيفاش كنحسبوا هاد لوا دو كولون. يعني اف ديال ا بي كتساوي لنا موان اف بي ا، يعني القوة المطبقة من طرف بي على ا، القوة المطبقة من طرف ا على بي. يعني علاش درنا الموان؟ حيت عندهم واحد المنحنيان متعاكسان. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا يعني تقريبا نفس داك العلاقة اللي كنا شفنا في لو شون الكتريك. لو شون الكتريك غير لو شون الكتريك، كنا هنا عندنا غير يعني غير شحنة وحدة هي اللي ك ا، حيت اختينا غير نقطة وحدة اللي هي بي عفوا. المهم هذه هنا اشنو كتساوي لنا؟ واحد على ربعة بي ايبسيلون زيرو ياك فوا كا يعني في الشحنة، في الشحنة كا اللي هي هذه ديال هذه النقطة ا، فوا الشحنة كا بي مقسومة على ار او كاري. ار او كاري هي المسافة بيناتهم ا بي، يعني هذه هي العلاقة ديالها. حاولوا تشدوها مزيان، راه غتلقاوها في ليزيكزامي ان شاء الله. وبالنسبة هنايا اشنو هاد نشوفوا هنايا، هنا عندنا واحد شي معطيات لي كونستانس خاصنا نكونوا عارفينهم، يعني 4 بي هادي بلا ما تحسبوها. دابا غنشوفوا ك ك، فهو كما كتقولوا يعني يقدر هذه كامله، هذه كامله اللي عندنا هنا تقدر تعوضوها بك ك، فكتساوي 9 في 10 اس 9 في سيستيم انترناسيونال. يعني هذه كامله، هذه كامله تقدروا تعوضوها بك الا بغيتوا تحفظوها، يعني تعوضوها بك صافي وتعقلوا على المعطيات ديالو، يعني الكونستون ديالها راها كونستون في السيستيم انترناسيونال، يعني ما عندهاش وحده يعني 9 في 10 اس 9، يعني تعوضوها هنا يعني تو سامبلومون، يعني ديريكت تعوض ك هنا بلا ما دير هذه، بلا ما تدوخات ولا شي حاجه. ولا درتي هذه فرا ايبسيلون زيرو فهي واحد لا كونستون ديليكتريك، ولا كتسمى يعني بيرميتيفيتي، كتساوي لنا هي واحد الكونستانت، يعني كونستانت ثابته، كتساوي 8.854 في 10 اس 12 10 اس ناقص 12 في السيستيم انترناسيونال. وهاد او ا بي اللي عندنا كيفاش كتشوفوا هنايا، ها هي فين هي، فين هي هنايا، ما عرفتش فين درتها هنايا، المهم حيدتها. ها هي انا كنقلب على هادي، هادي إيه هادي واحد لا فيكتور اونيتير ديريجي دو ا فيغ بي، هادي غير كديرها وصافي. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا فيه تمارين يعني ديال الالكتروستاتيك. غادي نديرو معكم تقريبا شي 6 تمارين ولا 7 بحال هكا، يعني بحال هكا يعني غير هادشي. هادو هما كانتروديكسيون جوج الفيديوهات اللي كاينين في الكور يعني في الالكتروستاتيك، درتهم لكم هادو يعني باش تحاولوا تفهموا وصافي. الشيء الاخر بقاو لنا تمارين ان شاء الله غادي نحاولوا نديرهم في قريب. وبون كوراج، الا كان التفاعل بطبيعه الحال فغادي نحاولوا نكملوا يعني الالكتروستاتيك والميكانيك دو فلويد. راه وجدناه الصراحه، يعني راه درت لي ريزومي كومبلي صراحه، يعني من اسهل الموديلات اللي غادي يجوكم ساهلين، هو يعني البارتي ديال الميكانيك دو فلويد، شي حاجه سهله ما يعني ما غاداش تعقدوا في الامور، ماشي بحال الميكانيك دو بوا. الميكانيك دو بوا كتبغي شويه التركيز وكتبغي شويه الخدمه وكتبغي داكشي القوانين اللي كنتي درتي في البارك وداكشي تطبق داكشي يعني من الاساس. اي فوالا، كانت نهايه الفيديو. ميرسي.